مرحبا بكم في برنامجكم وساعدوا أمي. اليوم حنوجدوا زوج وصفات ماشي وحدة برك. شحال حالة واش حنوجدوا الحلقومة والسيجار. طاطا إيناس الحلقومة شحال نحبها نموت عليها. ماما نموت على الحلقومة والسيجار. وتعرفوا طيبوهم؟ دوك نشوفوا مع طاطا إيناس كيفاش نطيبوهم. داكوغ للمقادير واش نسحقوا؟ نسحقوا نصف كاس تاع عصير البرتقال في نفس هكذا في نفس الكاس هكذايا نديروا منه 3 تاع سكر واحد تاع مايزينا لاغوم ولا ذوق البرتقال لاسي سيتريك اللي هو سميلح الليمون نسحق ونسقلوه لي سيغار تاعنا نسحقوا نواط كوكو للتزيين العسل كمية من المزهر باش نلمو بها البسكوي مرحي جنجلان كاوكاو وحلوه الترك وباش يجي فيه ذوق بنين نزيدوا له شويه قرفه. المكونات زين بنان ميليسا عجبوك المكونات عجبوني و بيان سور ما نساوش الديول حنديرو بوراك لا حنديرو السيغا قلت لك صح داكو اوكي طاطا ايناس وعمو بينغو على بالكم شحال راني فرحانه اليوم قولوا لي علاش كنتي فرحانه لا باسكو نتا عمو بينغو وطاطا ايناس راكم معايا في الكوزينه وحتعاونوني باش نفرحوا ماما انا نعاونكم بصح ناكل بزاف عطيني الكاسرونه من فضلك كاسرونه وشعل النار شعل النار بصح بلا قلا فيها طونس بالك اطفال نتوما تشعلوا النار لازم ماما هي اللي تشعل لكم النار باسكو سي دونجورو خطيره خلي ماما هي اللي تشعلها نشعلوا النار وراهي هايدي درتي هكذا راح يفرغي الماء زيد السكر كامل نديرو كامل النار شعلت دوك اصبر بلاقل ما تقلقش بينغو وزيدي عصير البرتقال واللي ما يحبش عصير البرتقال ولا ما يحبش البرتقال يقدر يعوضو بشويه ماء واغوم تاع اي ذوق يحبو دوك هكا خلاص هذا ما كان زيدي لي دوك هاتيك نروحو حكمي لي هادي لاغوم ونروحو نحركوه في النار هكا دوك يسمع انا نبقى ندور طاطا هيا ميليسا دوك هاديك تزيدي لي شويه شويه ما ندير لك انا بينغو شوف واش نسينا شويه بركه شويه خلاص زيد لاسيت تريك هاكا هاديك نزيدو هاكي نحركو شويه دوك هاديك نزيدو هاكي روحي ديري لاغوم تاعك جيد وزيدي المايزينا هكذا ديرها كامل ديريها كامل اوكي هاك صبيها منك جيبي دوك هاديك هاديك المغرفه باش تحط مليح صبيها نزيدو نكملو هذا هاكي حركي مليح حتى تولي لك الخليط ابيض تضعينا نبقى نحرك هكا نغسلو شويه انا نغسلو بشي طيب عقلو نغسلو كاع يديك نغسلو شويه زيد زيد شويه واش نسيت هذا لازم يطيب بعقلو نغسلها كامل الفرن طاطا ايناس على بالك البارح كي رحت للدار عاودت هذيك الوصفه اللي درناها وجاتني تشهي جاتني هايله تما نتحت لك نتحت لي نتوما تانيك يا اطفال جربوها حتى نجح لكم دوك هذيك خلاص حركتي مليح عطيني دوك هذاك الخليط اللي حركناه نضيفوه لعند بينغو لهذاك الخليط لو يحركو هيا راح انت طمي لي هالدوزان ما بين هيا راح رائحة البرتقال جميلة هيا راح حرك هاكي نديها دوكاتيك هي بدات تولي شويه ثقيله طاطا نقص النار كي تولي ثقيله دوك هاتيك حنا واش نحنا نديرو لي سيغار تاعنا واش نسحقو لهم
هاكي هادو مقدامك راح تما نلبس ليغون البسي ليغون راح انا ما بيد ما نفرغ لك المكونات وإلا ما كانش عندكم ليغو تقدروا تغسلوا يديكم فقط لازم تغسلوهم مليح بالماء والصابون خلاص طابت طابت يتبقبق هادي بقبق إما طف عليها طف نلبس ليغون توعي ريحة قعد غير تحرك نعم قعد غير تحرك حتى كي طفيت لنا نقعد نحرك ها ها. باش هكا ما تلبس الناس تحبي نعملك ايه تاتا ايناس واش شنو هادو الفراشات هادو ما زي شابين هادو هادو مالمول نكونو درنا له ديجا زيت باش نفرغوا فيه هذا الخليط وجينا على شكل الفراشه هكا باش كي ياكلوا الاطفال يفرحوا يعجبهم ايه صح هاي خلاص اسم هذوك هذه اللي عندي في الكاسرونه نديرها داخل هذا المول اه اوكي خلاص يعني كملت هاي راح ها هاي راح هذوك هذيك خلطينا حكمنا البسكويت تاعنا مرحي خلطيه لي بهذا هاكي نشدو ايه راح حركيه مليح زدو شويه كاوكاو على ريحه التشينا تحب تشينا انت يا تحب فيتامين سي ويخرج منها وانت ميليسا تحبي تشينا نموت عليها باسكو فيها فيتامينات زايد هكا زيدي دوك هذا هاك بينغو انت راح عاملنا نحيلينا هذوما شكون يحرك يخلي يدي ورا ايه راه ما كاش كيف كيف يخلي يدي ورا دوك انا نوري لك هكذا ودوك باش تتلم لنا نزيدو لها شويه مزهر هيا راح لا غنزيد لك المزهر ياك حتى كي تشوفيها تلمت تحبسي هيا راح حسب انا ناخذ هذوما لازم غير بالعقل تخلطو ما تغصبوش دوك ندير هنايا اه ايه روح ديرهم بعقلك خلاص تعطينا دوك نزيد لك شويه زيد شويه باش نمس نستعمل هذه الغرفه الصغيره عمرهم بعقلك برك ياك كيف نعمرهم بعقلي نعمرهم بالغرف ايه بصح باش ماشي بعقلك قصدي نقول عمرهم بشويه ايه غير بالعقل خاصنا نجيو منا هكذا تعطينا البارح شتي كيما درنا هذيك الوصفه كي رحت عاودتها في الدار آه. ماما فرحت بيا قالت لي خرجت لك هايله زايد خلاص دوكاتك عمرهم كامل ولا غير نص آه كيما تحب هكا اذا حبيتهم يجوك صغار هكا دوكاتك نعلمك كيفاش ديري هادي نحي لي غون تاعك زايد تجي هكذا مليح بينكم دوكاتك نديرهم كيما نديرو البوراك كيف كيف دوك انت انا نوري لك وحده وانت كملي راه حكمي شويه من الخليط هذاك اللي درناه دير شويه دير شويه هكا هاه باش يجينا بنين لازم نديرو بزاف شويه هكا هكذا هكذا مليح هكذايا ومن بعد ومن بعد تيك نغلقوهم كيما نديرو البولاك نفسها هكا بهذه الطريقه هكذا شوفي هكذا ونزيدو هكا وباش يجونا رقاق ويجونا شابين لازم نزيرو شوفي تبعيني مليح زيري هكذا زيدي هنا هكذايا زيدي هكذا هكذا اه واش درت بينغو طحلت لي لافوي طاحت لي آه بينغو اليوم ماكساتر هكذايا شتي كش درت انا هادية اه دوك انتيا روحي جهزي ديالك هاكي هاكي وحده نشوفوا الا تعلمتيني تبعتيني ياك قلت لك ديري هكا قلتي لا تعلمتيني غلطت ما تغلطش بينغو دوك انا ما بد ما ميلي سايد دير تاعها نروح نسخن الزيت بينغو اليوم ماك شاطر ايه اليوم اني لاتيم كونسونطري مع الحلقومه وكي كي توجد الحلقومه في السهره ما نعطيلكش دوك نديرو الزيت تاعنا هكا باش نقلو هكا كيما على بالكم يا اطفال ما لازمش نتقربوا منا توجو نطلبوا من واحد كبير علينا هو يدير هذه المهمه لازم واحد كبير يدخل معاكم الكوزينه كيما طاطا ايناس وعمو بينغو راهو معايا في الكوزينه ما يعاونوني باش نشعل الفرن والنار ما لازمش تقرب ليها انا وحدي تحيت هاي هكا دوك هاد كيما وريت لك هيا راح ديري انتيا خليك انت دير هكا كيما قلتي لي زيدي من هاد الجهه ونزيدو الاخرى ودوك زيري مليح باش يجونا القاق ما يجوناش كيما البوراك خشان اه لا قلنا غمال نورمال ها هي جايه زياده هاك غير تكمل بينغو هاك شاطر شتي انا كي يكون شاطر يكون شاطر ميليسا كي فترة ولا صايمة اليوم على حسب خدودك هكا كي راهم حمورة هكا مخبزين كي مخبز وقيلة راكي لا لا صايمة اليوم صمت
كي نقدر نصوم نصوم، كن كي ما نقدرش نفطر. جاي جاوك شابين ميليس. انا ما عارفك انت كي تكون حاكمه تفطري، كي تكون ماشي حاكمه ما تفطري. دوك انا هادو نديرهم يتنقلاو وانت كملي زعما ديري هادي. هادي تاع بينغو. لا قلب لك شوفي ديريها كبيره هكذا على بالي وهكذا وهكا. دوك مشاهدينا ما بيد ما بينغو يكون كمل كملتهم بينغو خلاص نتايا بقات لي غير شويه. جيد وميليسا تكمل الاخرى تاعها نخليناهم يتنقلوا. نرجعوا لكم بعد الفاصل نور لكم في طبق التقديم. ما تروحوش بعيد تقعدوا غير حنا. روح روح كمل خدمتك كمل. لتحضير الحلقومة والسيجار مقادير الحلقومة هي 3 كيسان سكر، 3 كيسان ماء، كاس عصير برتقال، ملعقة حامض سيتريك، كاس مايزينا وعطر البرتقال. مقادير السيجار هي كاس كاوكاو، كاس زلجلان، كاس حلوة الترك، كاس بسكويت مرحي، ديول، ماء الزهر، ملعقة قرفة وعسل. رانا جانا لكم مشاهدينا بعد ما خلينا الحلقومة تاعنا تبرد ليلة كاملة في الثلاجة وزدنا درنا أذواق أخرى. شوف درنا أصفر برتقالي. شتيني شحال كنت شاطر شحال لونتهم شابين. جاوك شابين ومام تاع ميليسا لي سيكاغت حاجة وها شابين. باش جاونا هكايا واش درنا؟ عسلناهم غير تنقليناهم عسلناهم رمدناهم في نواط كوكو يجي ملون وزيناهم هكا بالورد. عجبتكم؟ عجبتني بصح شوفي الألوان اللي عندي شوفي شحال جات شابة. هاو بينغو سعيدة تخير من تاعك تاع ميليسا. تعيد تخر من تاع بينغو. شوفي الالوان معمره بالالوان ودفاره. ما ميليسا دارت الالوان شوف وردي بلو درت دوده درت هذا شكل حلزون عمرت عمرتها بالالوان. جيد وانتم متى مشاهدينا اذا عجبكم الوصفات تاعنا ما تنساوش تعاودوا تجربوهم في البيت وانا مالي نقول لكم غير صحه لكم. استناو وين راح تروحوا؟ استناو نوري لكم لي وجدتها الماما. شوفوا وجدت الماما هذه خبيتها الماما وجدتها لها انايا باش نديها لها اللي هذوقها. ميليسا هاتيها لي ليا وماما ما تديرك في الدار. لا لا هادي نديها لماما. مالا انا تانيك ندي هادي لماما ونقولها شوفي واش جبت لك. وانت يا ادي هادي هادي العسل مليح العسل تاع ايناس. خلاص انا ندي العسل برك انت تدي كلش وانا ندي العسل. ادي غير العسل ونوات كوكو. معليش اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تجربوها وما علينا نقولهم غير صحه فطوركم والى اللقاء. بقى على خير صحه فطوركم. هذه فواكه وهذه خضار كلها صحية.